الله ينور عم الشيخ، اهلا عليك عم احمد. ايه الحلاوه دي؟ تسلم يا باشا. دلوقتي عم الشيخ، ايوه، الناس كلها بتسال ليه معجون الجوت ما بتملاش معاهم. ايوه، عايزين بقى نعرف ايه السبب، واحنا شايفينها كده من تاني سكينه، يعني بسم الله ما شاء الله. حاجه اوبشن. ايوه هات هصورها هنا ما فيهاش اي حاجه. حاجه اوبشن يعني ما تقول لي تهدى. قبل ما نتكلم هنا وقف ثانية وهات المحاوة نفسها. ديت كده المحاوة اللي احنا شغالين عليها. شايف المحاوة عاملة ازاي؟ لا لا لا، خشنة خشنة. حاجة مش بسم الله ما شاء الله، يعني عاملة زي الخلصانة. خشنة 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 يعني خالص. خشنة جامد. تمام؟ تعالى بقى هنا تاني. بص يا عم أحمد. الدين عم الشيخ. موضوع الجوتل ده أنا بالنسبة لي عشق. عشق بعد سنين، بعد ما جربنا كل الشركات وجربنا كل حاجة. بس هي في حاجات بسيطة في ناس ما بتاخدش بالها منها، انا عن نفسي واحد ما كنتش واخد بالي منها وعملت فيديوهات كتيره جدا لجوتل، وانا ظلمت المعجون اللي انا شغال بيها دي بصراحه، يعني ظلمتها ان انا لحد النهارده ما عملتهاش فيديو، فقلت ان انا انتهز الفرصه النهارده ونعمل الفيديو ده ونعرف الناس ايه المعجون اللي بتسد معاك في المحاوله الخشنه. اقرب مني شويه عشان يسكت معايا. بص يا سيدي، طبعا احنا شفنا المحاوله عامله ازاي. ايوه صح، خشنه خشنه طين، يعني هي مظبوطه مسطره عشان ما نظلمش ولا حاجه. الله ينور عليك. هو محطه خشنه قوي، فالستوكو المعجون الستوكو بتاع الجوتل هم واخدينها من اسم الستوكا انتيكا. الستوكا انتيكا بتبقى معجونه اكريليك عالي جدا، اللي هي المعجونه الرخاميه، في ناس بيقولوا عليها المعجونه الرخاميه. ايوه، فهي جوتل مش مسميه اسم الستوكو على الستوكا انتيكا. طيب النهارده بقى في المحاوله الخشنه ديت، احنا في الفيديو اللي فات حطينا شويه سبداج على الستوكا انتيكا، لان هي كانت عندي على الستوكا، لانها اصلا كانت موجوده في الشغل. حلو. لان انا كنت بدور على المعجونه دي قبل كده وما كانتش موجوده او ما كانتش متوفره. اللي هي بقى ايه بقى؟ اللي هي البريفكس. هات الاسم كده، ده البريفكس. اسم البريفكس يعني بريفكس، معجونه ما فيهاش كلام. واخد بالك؟ يعني اسم على مسمى. التاني الستوكو على اسم الستوكو انتيكا، انما البريفكس يعني البريفكس فعلا هتطلع لك شغل. البريفكس البريفكس دي الاكريليك فيها مش عالي قوي، ارخص واوفر في الثمن من الستوكو. يعني ديت مثلا بدلها 250 والتاني عامل 350، يعني في فرق 100 جنيه في البستان. طب ايه السبب بقى يا عم الشيخ ان في فرق فلوس؟ السبب بيكون ديت مثلا نسبه السوداك فيها اعلى شويه، الاكريليك فيها اقل، فبتبقى في الحيطه ما بتخسش، الستوكو بتخس، تبقى انت المعجن ومظبط الدنيا، بعد ساعتين تلاقي المعجونه خست، تحس ان المحاول ما خدتش حاجه، وده اللي بيحصل مع الناس كلها، ويرجع يقول لك يا عم ده جوتن دي ما بتغطيش، يا عم ده جوتن دي المعجنه بتاعتها ما بتسترش خالص. لكن لو احنا اشتغلنا السكنتين الاثنين، اول سكنتين بس في المحاول الخشنه بالبريفكس، هتطلع معك زي ما انت شايف، دي كده سكنتين الاثنين. لسه ما خدتش تالتة ولا رابعة ولا أي حاجة. وإحنا عملنا الاثنين الستوكو، في فرق كبير جدا جدا بين الستوكو وبين البريفكس. فخلاصة الكلام عشان خاطر الشغل يظبط معاك، لو أنت معاك محاولة ناعمة، أنا طبعا بقالي كتير شغال على محاولة ناعمة، فعشان كده ما عملتش فيديو للبريفكس. تمام؟ وأنا يعني أنا نسيته وزعلان إن أنا بقالي كتير ما عملتلوش فيديو. فالبريفكس في المحاره الخشنه خد اول سكنتين اثنين بس، بعد كده هتظبط معاك وهتبقى زي ما انت شايفها، مفيش اخشن مني المحاره دي، مفيش اخشن مني. تمام؟ واسمنتها شديد، يعني مش مرمله المحاوله، لما بتكون مرمله بتمص معاك شويه في المعجونه، وبتبقى سهل ان انت ترشمها او انت تنعمها. لكن ديت محاوله شديده جدا واسمنتها شديد جدا ومع ذلك خشنه. في المحاره الناعمه بقى خد اول سكينه بس، اول واحده خدها بالفيكس وبعد كده كمل بالستوكو. تمام؟ لان هي الستوكو تقيله شويه، معلش انا اسف، البريفكس تقيله شويه، فالستوكو انعم منها، معجونه يعني حاجه كده زي الملبن، انما البريفكس بتبقى معجونه تقيله، فعايزه محاوله جديده ومحاوله تقيله زي كده. فانت املك ديت في السكنتين الاثنين في الخشنه، لكن الناعمه اول سكينه بس. وبعد كده كمل بالستوكو.
بس ده كده ملخص ان انت ازاي في طبعا بقى في البلاستيكات احنا عاملين كل البلاستيكات وعاملين ان هي ازاي بتغطي والتغطية بتاعتها عالية جدا، عشان برضه في ناس للأسف بتجيب البلاستيك تخف وبتبوظه وترجع تقول ما بيغطيش، فدي لها فيديوهات تانية ولها قصص تانية هنتكلم فيها بعد كده. لكن احنا النهارده بنتكلم على معجون البرفكس اللي هو تمام نفس الشكل بتاع الاسلوب ونفس كل حاجة، لو ما خدتش بالك من الاسم مش هتعرف الفرق، يعني عشان الشباب بلاش الجدال اتنين شكل بعض بالظبط، بس دي بتملى ما بتخسش اما التانية بتخس، والفرق اهوت قدامنا في الحيطة واخدة سكنتين اكنها واخدة اربعة حاجة فوق الاوبشن، واوفر في السعر واوفر في حاجات كتيرة، ممكن بدل ما تدي 3 4 5 سكاكين لا هما 2 3 كفايه بالكتير، يعني ممكن لو عايز تشطب على كده تشطب، عايز تدي كمان واحده هتظبط معاك الدنيا على الاخر، اديت كمان واحده برضه هتبقى 100 100، بخلاف ما يكون كله ستوكو هتلاقي نفسك كل ما تدي تحس انها فيها ريجل، هنا مفيش ريجل خالص. معلش بقى ان احنا اتاخرنا في ان انا انزل لكم معجون البرفكس بتاع الجيم. معجون بيرفكس هي فعلا بيرفكس السحب تقيلة شوية، يعني مثلا معدل الصناعة لو هيفرد في الستوك هنقول مثلا هيفرد 100 متر، لا هيفرد في ديت مثلا 70 متر لأن ديت تقيلة، فلكن هتاخد جودة أحسن. أتمنى أكون قدمت شرح مختصر ووافي. عم إبراهيم قبل ما نقفل بقى كده ماشي، عايزين نعرف السلم، عايزين نعرف السلم دوت. ده الحديد ده احنا بنشوف اللي هو الساده العادي اول مره نشوف ده، فعايزين نشوف ايه نظامه. هو السلم ده في ناس كتير قوي بتسال عليه، ده بيكون حديد ليزر تمام، ده بيتعمل بالمتر، يعني الحديد بتاع زمان الحداد بيشكله على ايده ممكن يجي يشكله لك في قلب المكان، لكن الليزر ده بيبقى حديد كمبيوتر بياخد المقاس بتاعه بيوديه الكمبيوتر يحفظه ويجيبه، لازم كل قطعه تركب مكانها، وبعد كده بيتعمل لها الفريم الحديد اللي يمسكها، هي عباره عن لوح صاج في 4 مللي في 5 مللي في 6 مللي في 10 مللي في لحد 15 مللي، يعني سنتي ونص. عشان الناس اللي بتسال بقى انهم احسن في ده كله في المكان، حلو الكلام، في الشكل ده احسن بيستر، ما بيحتاجش ان احنا نحط وراه كريستاله، في النظافه ده احسن 100 مره لان ما بيحوش تراب فيه، لان مفيش مسافه يحوش فيها زي الحيط بتاع الخواص العاديه بيكون عرضها 2 سم ولفه فتتحوش ومرض ويبقى شكلها وحش ومحدش بيعرف ينضفها، فالليزر بيكون احسن وانضف في الشكل وفي النضافه وفي الاستخدام. المقاسات بقى بتختلف كل سلم، ما بتقدرش تحدده الا بعد الوخام، ما بتقدرش تحدد الارتفاعات بتاعته الا بعد الوخام، عشان لو الناس هتسال نعمل ارتفاع قد ايه بيكون قد ايه من السيراميك او الوخام او كده. تمام يا عم الشيخ، الله يبارك لك يا عم الشيخ، ده متشكرين عم الشيخ. دلوقتي يا عم الشيخ احنا عايزين نعرف الفينش بتاع التشطيب الاخير ليه، معلش بقى استحملنا. بص يا سيدي، بالنسبه للحديد الليزر ما ينفعش يتشطب غير بالرش، بيكون بالوصل. طب ما ينفعش بالفرش؟ ينفع بالرولر ولا ينفع بالفرش، لان كله مزالق وهو حديد ناعم، فلازم يتشطب رش عشان يديني ملمس ما يلمش اقربه ولا يلم عفاره ولا اي حاجه، فاحسن حاجه ليه الرش، يطلع معاك ناعم ويتابعه طول العمر ما يلمش اي وسخه ولا اي تراب معاك، كل سنه ونضافه، لو مسحته في حته قماشه تلاقيه نضيف، عملته بمكنسه هتلاقيه نضيف. التشطيب بقى هيكون ايه؟ عندك اللاكيه، عندك الدوك الفول، عندك الدوك البلدي، اي حاجه من الثلاثه كويسه. طب ليه احسنهم كلهم؟ الدوك الفول طبعا لا كلام، لا تعليق يعني عليه، الدوك الفول هو احسن تشطيب من الحديد زي ده دلوقتي 3 مللي، في منه 4 مللي، في 5 مللي، في 6 مللي، هتقولي طب انت تربح ايه في الاولى؟ هقول لك 5 مللي او 6 مللي 10 على 10. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه؟ هتيجي مثلا تطرف ورقه زي دي، طبعا كده تعالى الحاجات ديت يعني ماشي، طرف ورقه زي دي خلي الفيديو تاني بقى ماشي احنا طولنا على الناس مش مشكله، طرف ورقه زي ديت لو هي ضعيفه مجرد ما هشدها هتنيها، فلما تكون محمله 5 مللي او 6 مللي تبقى تكون ايه قويه، فكل ما تكون سماكه الحديد تخينه تكون اقوى واحسن،
سواء بقى في بوابات في تنظيف في اي حاجه. عشان كده بقول لك خلي السمكه ما تقلش عن 5 مللي او 6 مللي. عرفت تخليها 8 مللي يبقى احسن واحسن. يبقى ما تلبش معاك كده وتبقى ماسكه زي الحديد. طبعا انا بقول لك حته واحده، مفيش لحامات، مفيش بنط، مفيش اي حاجه. تمام كده؟ كده كفايه عليك النهارده. ماشي يا عم الشيخ. السلام عليكم.